لا 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 لا. السلام عليكم، معكم منذر من قناة انفينيت جيمينج، واليوم رجعنا لكم في لعبة امونج تريز. بصراحة يعني عجبني اللعبة وقلت اني اعطيه يعني حلقة ثانية كذا في فيديو جديد. طبعا وقفنا اخر مرة في هذا المكان لانه كلينا حاجة وتسممنا وادى الى المقتلة، متنا يا سادة. طبعا في هذا المكان مثل ما شايفين يحتاج الى براغي وبعض من الاخشاب لنبني المنزل، وهذا المكان يحتاج الى الحبل. بصراحة لعبة جميلة، والله لعبة جميلة، لكن انا جوعان و بموت بموت. اوه اوه ماي جاد اوه ماي جاد، هذا اللعبة ما يمزح، في الجوع يموت، في النعاس يموت. انا بروح انام احسن، لان الظاهر مزاج هذا اللاعب ليس بالتمام. طبعا اللي ما شاف حلقات اللي طاف يضغط هنا فوق علشان يشوف الحلقة اللي طافت. طبعا نحن في اليوم الثاني من لعبة الأموك تريز، هذا طبعا لعبة RPG سيرفايفر، لازم انك انت تنجو، لانه هذا اللعبة يا جماعة بكل بساطة عليك انك انت تنجو. وكيف تنجو؟ لازم تجمع على اغراض. كيف تجمع اغراض؟ تروح وتمد يدك. انت ويش ما تفهم؟ جمع الاغراض، جمع الفطر يا سادة. طبعا هذا بيتي من بعد ما بنيته، راويكم بيت الجميل، بيت المتواضع. الله الله، شنو هذا؟ شنو هذا المنزل؟ طبعا ما بيع، لا حد يسألني ما بيع. باغى تسألني عزيزي، عزيزي المشاهد، حاب اني انا اذكرك انك انت لازم تضغط على لايك وسبسكرايب وتعمل شير عشان تدعمني يا حبيبي. ادعمني يا حبيبي، والله ما عليك غير تضغط لايك وشير لأصحابك وأحبابك. وإلى الآن نحن في مرحلة تجميع الأغراض، طبعا مطلوب مني علشان أنا أجمع الأغراض يا شباب، بعض الأخشاب والحبال والمسامير مثل ما شايفين هنا. في لغاية الآن نحن عندنا أوه ما قاد، شنو الحشيش هذا؟ طبعا لغاية الآن أنا فقط ممكن أصطاد أو أجمع الأغراض باليد، والمفروض انك انت ممكن تجمع بالفأس ومنشار، وممكن يكون بعض من ال تو مع او ارنب. ارنب، في ارنب، طبعا ارنب جميل ولذيذ في نفس اللحظة. طبعا مثل ما انتم شايفين يا سادة، انا احتاج في مهمة بحث ادور على غذاء. وش غذاء؟ ادور على خشب، خشب علشان ابني بيتي واخلي بيتي جميل، بيت كبير. عود، شنو هذا؟ فين اروح انا؟ فين؟ طبعا الحين نحن في الصباح مثل ما شايفين، الشمس طالع، بداية يوم جديد. خليناه ينام هذا لأنه كان جوعان وكان حران وكان نعسان. أنا فين؟ أيوة، شوفوا أحسن شيء في هذه اللعبة إنه البيت حاطيلك إياه هنا في الخريطة. طبعاً هذه اللعبة ما في خريطة، فحاطيلك إياه كذا في الواجهة. أنا من كثر ما تكلمت يا شباب أحتاج إني شيرز، عطشان. طبعاً هذا الأشجار ما منه فايدة، بس لازم أجمع. أرنب، أرنب تعال، لا ما تشرر بعرك، تعال تعال تعال. أنا أرنب، أنا أرنب أرنب، أنا أرنب، أنا أرنب. شردوا كلهم. زين، خلونا ما نأذي الأرانب، لأن الأرانب يا جماعة يعني كيوت، سو كيوت. لكل الناس اللي تحب ارنب اضغط لايك. انت ما تحب ارنب اضغط لايك عادي. تحب بصل؟ جبت لك بصل، جبت لك بصل يا سادة. وش الاغراض اللي عندي؟ اوكي، طبعا هذا هو الاغراض الاجمالي اللي عندي. وكذلك عندي ستور في البيت، الستور في عيون، في عيون تشوف عليه، فمعناته في دب شكله هذا المكان.
فاذا جاني الدب بشر الشردة تراني. وين هذا الدب؟ وينه؟ في دب، شوفوا في حلقات، شوف عليه من هذا اللي يتقرأ ويشوف عليه. اوه اوه يا ها، وش هذا؟ وش هذا؟ خلية نحل، عسل طبيعي يا سادي من قبل، عسل السدر ترى زين، زين حل كحة. لكن هذا تتقرب منه وش بيصير فيني؟ اجرب؟ الله؟ لا لا لسعني، لسعني الذبانة. ابوي ما نمزح معهم، ما نمزح، ما نبغى عسل، لا نبغى سدر ولا نبغى سمر. خلونا ندور على اغراض يا جماعة. شوف في حد يشوف علي، ما اعرف من هذا، اتوقع شيء من الحيوانات. يعني يا شباب ما اي شيء تحصلوا تاكله يا جماعة، ما اي شيء تاكله لانه في اشياء بويزن. اوكي وش هذا؟ اتوقع في اوه حصلنا شيء، طلع لي مرة خس، هذا خس، لا لا طلع بصل. واو وين ممكن اروح؟ واو او ماي جاد، شفتوه؟ لا 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 خلاص سوري، انا سوري. حلو سمعني الصوت، اكلتني والله العظيم شمخني. لابا شردة، اوه نزقني الحص. وينه هذا؟ عندي نقص فيتامين. وينك؟ ماي جاد، اوه لا حول ولا قوة الا بالله. شو سويت ابك انا؟ شو سويت ابك؟ يا قدامي جالس يروح، كيف اسوي تو؟ كل كل شوفوا كيف انا اموت، انا ما فهمت كيف بليدنج يعني. اوكي بليدنج، وش مطلوب مني اسوي؟ طلع بليدنج ذا يا حبيبي، برد برد على نفسك، برد يمكن يوقف البليدنج. ما يوقف؟ اها يعني انت ما باغي توقف البليدنج. لا انا اموت يا شباب، انا اموت يا شباب، طلع لي نزيف. ايوه هذا ابغى اكل. رجعنا للحياة يا شباب، رجعنا للحياة من بعد ما شقنا شق الدب. انا جوعان يا سادة، فاحتاج اني انا اكل. لحظة شوية، سترافينج مي سترافينج، بليز ايتينج، بليز ايتينج. افول حبيبي، فول فول، عطى فول. اوه وين اغراضي؟ شوفوا كيف انسرق اغراضي. اوه ماي جاد، وش احتاج انا الحين؟ حشيشتين اوكي مع حبل، اوكي مسامير، جميل، براغي تمام. الحين بروح ادور على براغي والقليل من الحبل والقليل من الحشيش. اوكي طبعا هذا لازم ضروري ناخذه معنا لان احتمال في جوع في اي لحظه. طبعا مثل ما ذكرتكم يا جماعه، هذا اللعبه مليء بالمغامرات والاكشن، يعني اللي يحب النيتشر يا ساده
ولكن ضربة الفيل ضربة الدب كانت قاسية علي أنا، مما أدى إلى وفاتي، وتم أحياي بجهاز إنعاش، ولله الحمد أنا حي، أنا حي يا سعادة. من بعد عملية استغرقت 12 ساعة في مستشفى زبهللة يقع في وسط غابات أمازون. الله، ووترفول، ما هذا؟ ما هذا يا سادة؟ ما هذا يا سادة؟ يا جماعة أحتاج إلى أغراض. أوه، خشب، حصلنا خشب يا سادة. ووترفول، ما هذه الشلالات الجميلة؟ ما هذه المناظر الجميلة؟ أوكي، ممتاز ممتاز. في أي شيء ممكن أشيله؟ أوكي، حصلنا على فجل، نوت باد. أوكي، هذا خشب راح يفيدنا، خشب كبير، ممتاز. أوكي، وين هسه؟ شلون يعني؟ والله بدي أرجع. حصلنا على البيت، فهي نذهب إلى الرقاد. شوفوا هذا المدخل الجميل في هذا المنزل المتواضع. خلونا ندخل. أيوة، هيا بنا، هيا بنا. sleeping، I want sleeping. أوه، أغمض العيون. Oh my god. day two، نهضنا. مع أن ما أعرف كيف day two. وش الأغراض؟ أوكي، حط أغراض اللي ما أحتاجه. طبعا هذا ما أعرف وش بالضبط. اوكي، مهم حصلنا على بعض الاغراض. طبعا وش المطلوب مني الحين؟ اوكي، فهمتك. انت وش مطلوب؟ alright، براغي، نحتاج الى براغي. اوكي، فاهمين، حلو. طبعا انا اتذكر بان في مكان كان موجود فيه دب، بس طبعا اتوقع الدب نايم الحين. فرحلة بحث عن الدب الزفت النايم. آخر مرة ما أنسى أن الدب نهش في عظامي نهيش، وجعلني لا أستطيع على ال أنا أدور حشيش. هذا المكان يا سادة، أضبطكم والله. تعالوا معي بس، follow me please. أيوة، لكن لازم تحاسب، لأن الدب حيوان، الدب حيوان مفترس. أكيد في طريقة لازم علشان يركض هذا، ليش ما جالس يركض؟ أوكي، حصلنا، حصلنا على شيء مميز. أتوقع هذا الحشيش اللي يحطوه فوق البيت عشان يجيب الظلة. طبعا في عيون، في عيون علي، معناته اوه ماي جاد، شفته شفته. هذا الحيوان ليش ما ينام؟ شفتوا هذا هنا، هذا هنا يا سادة. يا اخي انا اشك ان هناك الاغراض موجود، لكن ما علينا. هذا جوعان، هذا جوعان، لازم ناكله. اوكي، يعني هذا your hunger will be raw more than. اوكي، شوفوا كيف، هذا هو المشروم المسمم كان بيت. اوه، هذا اللي سممني، شفتوا كيف؟ الحين فهمت. شوفوا هذا المشروم خطير جدا، هذا يسوي لك كرة غدارة، غدار هذا المشروم. انا وين اروح؟ الدب موجود. اوكي، وايش هذا؟ وردة،
ايوه وين 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 الدب؟ وين الدب؟ وين الدب؟ لا وين؟ اوه لا 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 شيمة شيمة ما ابغى ما ابغى هذا هذا جوعان هذا هذا سريع الجوعان في في دب يشوف عليه في دب يشوف عليه وينك انبطح انبطح ارضا الحين انا مراقب يا جماعة نحتاج إلى مشروم ل... أنا أتذكر أن الدب هنا كان موجود فلا توصل وين؟ فينك يا الدب؟ لا 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 شو هذا؟ إيش هذا؟ والله مو قدرتي شوفوا المعفن هذا يتمشى في البراري تعال 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 لا. وين راويني وجهش لا لا تراويني وجهش ما اريد ازعف شوفوا قاسي شم ترى لان الفيل ترى اي فيل حبيبي الدب ترى شباب عنده ميزة الشم القوي جدا شوفوا ميزة الشم عنده هذا الفيل هذا الدب هذا الدب المفترس روح يا معفن ايوه شفتوا هذاك البناية شوفوا هذا الاخشاب اللي هنا هذا الاخشاب اللي ممكن يسوي لي كل الريسورسز ولكن هذا موجود هنا متى بينام متى بينام الدب هذا شوفوا قاسي يشوف عليه تعال 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 ليش تخاف تعال لا يا قنا احتاج اجي هنا صراحة احتاج والله وش مشكلتك الدب يريد عسل الدب يحب عسل يا جماعة ممكن اني اشيل عسل واعطي الدب واكون صديقه اوكي فهمت فكرة يعني الدب يريدني اعطيه حلاوة يريد اعطيه عسل وبعدين بيكون صديقي فهمت اوكي بروح صوب الثاني يا سارة عندي فكرة راح اجل من صوب الثاني انا احتاج اول شيء احصل على فأس لان اذا حصلت على فأس اكيد راح اشيل خلية النحل من بعد ما حصل على خلية النحل يا جماعة في عيون شوف عليه في حيوان جالس يشوف عليه اتمنى انه ما يكون هو لان انا جيت من طرف الثاني اوه حصلت اوكي اسمع صوت وين وين اوكي ما حد اوكي اتوقع انه هنا بيكون اسمع صوت او ماي جاد اوه 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 الدب شباب تسمع صوت تسمع صوت خطواته لا 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 جاني يا الدب يا الدب كلمني وش تريد انزين انسحب انسحب يا الدب انسحب تعال ضاربني لا ضاربني تعال 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 قاسي تضارب مع من
ماي جاد يور ديد لود لاست سيفت. طبعا يا جماعه انضربت مع الدب للاسف الشديد، ولكن لن استسلم، لن استسلم، انه انا ولا الدب في رحله بحث مره ثانيه لنصنع هذا المنزل الجميل. مثل ما انتم شايفين باغي اكبر هذا البيت، اخليه بيت جميل في اطار هذا الموضوع. يا جماعه لقد تاذيت من الدب الحيوان، لقد تمردقت يا ساره، تمردقنا يا ساره، ولكن لن استسلم، سوف اكون او لا اكون. وينك؟ فرجيني وجهك يا دب، فرجيني وجهك يا حيوان اللي اصلك حيوان. كيف يعني الدب اصلك حيوان؟ ما فهمت. ما علينا يا جماعه، مطلوب مني علشان ابني البيت بعض من الاخشاب والبراغي في هذا العالم المفتوح. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا المكان ما في خريطه، ولكن ممكن انك انت تدور وتدور وتدور وبعدين ترجع الى هذا البيت مره ثانيه. فلن نستسلم، ولكن هذا نعسان كانه، فبما انه هو نعسان احسن لنا ما نجاذف. فخلينا نروح نضرب قيلوله على الخفيف، قيلوله على الخفيف يا ساده، وبعدين بقوم بكون نشيط جدا. ايوه حصلنا على خشب، نحتاج كثير من الخشب لنبني بيت. ايوه شوفوا انا عندي فكره، انا بدور على خشب لكن الحبل والمسمار بجيبه من مكان الدب، الدب الشرير، الدب الشرير. اوكي ما غلط، خلونا نستكشف اماكن قريبه من البيت. اوكي شفت بعض الصناديق. ايوه هو هذا المكان، هو هذا المكان يا ساده. وش لوك بيك ريكوايد؟ ما عرفت. اوكي ذيس از ذا روب. اوكي في اشياء طبعا ما تقدر تفتحها، ولكن انا بشيل هذا الاغراض كامل. ايوه شنو هذا؟ واو واو هذا اللي كنت احتاجه، هذا اللي راح يبني لي بيت، هذا اللي راح يبني لي البيت الجميل. القليل من الحبل والقليل من ال او مسامير. شيل حبيبي، شيل هذا الصاحب نعسان، انه نعسان جدا. ما علينا، والله ان حصلنا خشب. هانت يا شباب، هانت يا شباب، حصلنا البيت، بنجيب البيت بنجيبه، بس باقي حبتين. اوكي This is what I'm talking about. اوكي واو ليش؟ هذا حبوب، يعني يحتاج يا وين، يحتاج الى ارض زراعيه. انا ما عندي ارض زراعيه يا وين، فخلونا نروح قبل على هذا ينام علينا. حصلنا بعض الخشب، ما يمنعنا نحن ناخذه. شيل الخشب. اوه فول. اوكي احتاج اني انا اروح اعبي الاغراض البيت. اوه شنطتي فول. واو 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 بعض الفراشات. طبعا الحين وقت الليل، يحتاج صاحبنا الى بعض من القيلولة. شوفوا تعبان بدا ينعس، استحمل استحمل استحمل. ايوه لحظة alright حلوين
جميل. اوكي خلاص روح نام روح نام. احلام جميلة. داي 2 متى بيصير داي 3 يا سادة؟ هذا جوعان؟ هذا 24 ساعة جوع. اوكي صار ما عندنا مشروم يا سادة. خلونا نروح نسوي سيف عشان ما يروح علينا. alright وش صار نحتاج؟ اوكي اوكي بس انا عندي اغراض يعني عندي اغراض، فاذا شليت هذا الاغراض اشوف الحين. ايوه الحين انا ببني يا سادة. اوكي شوفوا البيت، الحين ببني بيت. مستعدين؟ ترى غايته غايته نبني. اوه اوه ماي جاد باقي واجد. اوكي حشيش ما حشيش خلاص عقب ما في داعي انها ما مشكلة. استريحوا بناديكم بعدين. ريحوا ريحوا بس انا ما عندي مشروم ما عندي مشروم، وهذا كثر المشي راح يجوع، فاحتاج الى مشروم يا سادة. اوكي في رحلة بحث الى مشروم. خلينا نشوف هل هذا الوردة ممكن ان اكله. اوكي يعني صار حتى الورود ممكن نحن ناكلها يا شباب. اوكي نبغى بعض القليل من الكارديو الصباحية. نحتاج الى كارديو. ممتاز. شنو هذا؟ اخرته طلع حجر. alright نفق كهف. بندخل كهف يا سادة. alright اتمنى انه ما يطلع لي حيوان شيء. الله شنو هذا؟ الماس. بس ليش ما يصير اني اخذه؟ واو What is this? Oh! Is ATM now available? شفتوا كيف؟ لقد ربحنا! حصلنا الخطة! بس أي خطة بالضبط؟ أي خطة؟ أنا فين؟ طبعا شوفوا من ميزات هذه اللعبة الحقيقية أنك أنت جالس تمشي في هذا الحجر. تمشي ما تمشي تمشي يا سادة والله حتى ما نعرف نسولف. اوكي حصلنا على الكهف بس في جوع، في جوع خفيف فلازم ادور على ماشميلو. واو تتوقع انه هذا بيطيح يتعور؟ لا لا ما تعور. هل هذا السام؟ يعني هذا طلع غير قابل للطعام. شوفوا يعني اللي عجبني بصراحة انك انت اذا خضيت هذا الغرض اللي هو نفس الغرض مثلا مشروم ممكن انك انت تاخذ، بس ما اتوقع انه يتفول. لا شوف هنا يزيد العدد فقط، بس هنا اثنين يعني لغرضين مختلفين، بس المشروم راح يزيد في مربع المشروم، فهذا الشيء مميز بصراحة عجبني. يعني ما في لغاية الآن أي سلبيات للعبة. ممتاز. أوكي حصلنا شيء. حصلنا على الخشب. حصلنا على المشروم. بس المهم إن الفيل ما يطلع لي.
يا اخي ايش مشكلتي انا مع الفيل؟ حبيبي هنا دب، ما في فيل حبيبي. ظهر اني انا عندي فوبيا الفيل، ظهر اني عندي فوبيا الفيل يا شباب. ما هو علاج فوبيا الفيل يا سارة؟ اوكي، الظاهر ان انا جيت في مكان مناسب يعم بالكثير من الفواكه. هذا اذا صار نعسان وش بيصير؟ اذا نعس. اوكي، اتوقع هنا هو الدرب. اتوقع انه هو بينام برا، صح؟ ايوه، قرب قرب البيت، قرب البيت يا سارة. لم يتبقى الا القليل، لم يتبقى الا القليل. شد الهمة، شد حيلك، حنوصل حنوصل عما قريب. اوكي alright man let's eat some food. اوه عندي 10. اوه فول فول فول، انا احتاج شيء صحصح. وش هو الشيء اللي ممكن اكله ويصحصح؟ يعني هل في اي اكل راح يخليني صاحي او اي مشروب؟ لان هذا السنيزنج، انه نعسان، انه في نعس. خليني اركض. alright وين هو البيت؟ اوه اوه فاينالي فاينالي ماي هاوس ماي بيوتيفول وايف شيز ويتينج فور مي. شوفوا هذا، هذا هو البيت وهذا هو البيوتيفول هاوس. طبعا الوايف معناته البيت نفسه، ولكن خلوني اسيف. اوكي، من بعد ما سيفت اريد اشوف كيف اموري. اوه اموري طيبه لغايه الان. انت اوه هذا كله اصفار، انت يا حبيبي. alright نحط اغراض. اوكي طبعا في اشياء ما نحتاجها، فممكن نحن نخليه في ستور. يعني مثلا هذا اتوقع ما له لازمه. alright هذا ما له لازمه، هذا ما له لازمه. alright طبعا هذا نعسان فيحتاج ان هو يدخل الى النوم. day 3. طيب يا جماعة، الى هنا انهي حلقتي لهذا اليوم وهذا الفيديو. اتمنى ان عجبك الفيديو، اضغط لايك وسوي سبسكرايب اذا انت ما مشارك معنا. الى ان نلتقي في فيديوهات قادمة، سلام. I need a drink, but it's straight from the tile. And I'm hating the slack.